بيكم على قناة ساينس اس كي، معاكم ميس سلوان خالد. لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله احنا هنحل أسئلة بنك المعرفة على المفهوم الأول في الوحدة الثانية. تمام. النظام كالتالي، لو انت لسه جديد معانا على القناة، في بيكون تحت وصف الفيديو بيكون لينك التليجرام بينزل عليه كل الدروس بالترتيب الصحيح والكتب الخارجية والمراجعات وكل حاجة. فأنت لو لسه جديد معانا على القناة خليك معانا يا إما على التليجرام يا إما صفحة الفيس، والاتنين موجودين تحت وصف الفيديو. تمام. تعال نشوف الأول الأسئلة اللي قدامنا بيبقى عبارة عن إيه. إحنا هنحل على فكرة وهنراجع، يبقى خلي بالك، يبقى راجع معايا عشان يبقى بالنسبة لك المعلومات ثابتة وواضحة. بيقول لك هنا: ما الذي يميز المواد الصلبة عن إيه؟ عن باقي حالات المادة. تمام، إيه الحاجة المميزة في المواد الصلبة؟ تمام، بيقول لك هنا: تخؤز المواد الصلبة شكل الإناء الذي توضع فيه. غلط طبعا، أمال هيكون مين؟ المفروض مين؟ المفروض اللي هي السوائل. تمام، ايه دليلي على كده؟ لما قلت لك مثلا جيب لتر من الميه، مره احطه في كوبايه، مره احطه في حله، مره مثلا احطه في ازازه، مره احطه في طبق، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الميه او عامه السوائل بتاخد شكل الحاجه اللي هي بتتحط فيها. تمام، يبقى ما ينفعش الكلام ده. تمام، بيقول لك ان المواد الصلبه ليها شكل، ليها حجم وشكل محددين. ايوه طبعا، المعلومه دي صح جدا. احنا مثلا لو انت مثلا نمت وصحيت، هل الكوره شكلها هيتغير؟ لا طبعا، هي هتبقى مستديره، صح ولا لا؟ يعني انت نمت وصحيت لقيتها مثلا شكلها مربع مثلا او مثلث، لا، هي زي ما انت سبتها، هي نفس الشكل، هي نفس الايه الشكل. دي حاجه. نفس الحجم، بيقول لك يعني انت مثلا لما نمت وصحيت، هل انت مثلا حجمها زاد او حجمها قل؟ لا، هي نفس الحجم. يبقى معنى كده هي دي الاجابه. تمام، بيقول لك هنا، تعال نكمل برضه عشان نشوف. بيقول لك هنا: يمكن صب المواد الصلبه. لا، ما ينفعش الكلام ده المفروض ان هي تبقى موجوده فين؟ في المواد اللي هي السوائل، اللي يعني هي المواد السائله. تمام، بتملأ المواد الصلبه الاناء اللي تضع فيه؟ لا طبعا، المفروض ان هي تكون ايه؟ اللي هو الغاز، صح؟ اللي هي المواد الغازيه، صح ولا لا؟ ما قلت لك جيب بالونه واملاها على اخرها، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاكسجين راح، ايه اللي حصل؟ راح خد شكل البالونه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الاكسجين ملأ بي بي بيملى الاناء اللي هو بيوضع فيه على اخره. تمام. تعال نشوف هنا، جايب لك هنا ثلج وميه وبخار الماء. تمام، تعال نشوف هنا الثلج دي، نشوفها اي حاجه من حالات الماده. الثلج دي يا ميس ماده صلبه، تمام، والميه سائله، تمام، والبخار الميه، وبخار الميه دي غازيه، صح ولا لا؟ تمام، جايب لك بقى كذا عباره، ماشي، ومطلوب منك انت تحط العباره دي بالحاجات اللي هي موجوده فوق. يعني مثلا بيقول لك: يخلق الشكل الاناء ويمكن ان تتدفق، والجسيمات ليست قريبه جدا من بعضها. الجسيمات ليست قريبه من بعضها، دي حاجة. الحاجة التانية، وبيقول لك إيه؟ ياخد شكل الإناء. أنت لسه مس قايلاها، اللي هي بقى المواد السوائل، اللي هي المادة السائلة، يبقى إيه؟ المية. تمام، لها شكل ثابت والجسيمات بتكون قريبة من بعضها. مش إحنا قلنا الجسيمات دي اللي هي عبارة عن اللي هي الوحدة البنائية للمادة، من غيرها المادة مش هتقدر إن هي تتكون، صح ولا لأ؟ تمام، هنا بيقول لك هنا إن الجسيمات قريبة جدا من بعضها ولها شكل ثابت، يبقى دي مين دي؟ دي يا ميس اللي هي المواد الصلبة، اللي هي الايه؟ اللي هي الثلج. تمام، بيقول لك هنا ايه؟ ليس لها شكل ثابت، ملهاش شكل ثابت، ملهاش، ليس لها شكل ثابت، بلس كمان ان هو يشغل كل حجم الاناء، والجسيمات بعيدة عن بعضها. قال لك ان الجسيمات بعيدة عن بعضها، حلو جدا، وبياخد شكل الاناء اللي هو بيضع فيه، وملهاش شكل ثابت. ده مين ده بقى؟ ده اكيد اللي هو بخار المية، اللي هو عبارة عن الحالة الغازية. تمام، بيقول لك هنا: تتكون المادة من خلية ولا بروتينات ولا جسيمات ولا عضلات؟ طبعا هتكون ايه؟ جسيمات. تمام، في حاجة معلومة عايزة اقولها لك برضو، اعرفها معلومة ليك. احنا قلنا ان الوحدة البنائية للمادة، عشان المادة دي تتكون، هي قال لك ان المادة دي تتكون من جزيئات، من حاجات بسيطة جدا، يعني من مواد بسيطة جدا، مواد صغيرة جدا، بنسميها ايه؟ بنسميها الجسيمات. يبقى انا عندي المادة ايا كان بقى، اذا كانت غازيه او سائله او صلبه، ماشي، بتتكون من جزيئات صغيره، بنسميها ايه؟ بنسميها الجسيمات، صح؟ تمام،
اللي انا عايزاك تعرفه ان الجسيمات دي لها اسم، اسمها ايه؟ اسمها اسمها جزيئات. خلاص تمام. والجزيئات دي اسمها ايه؟ اسمها ذرات. يبقى تاني هوضحه لك. يبقى المادة، انا عندي المادة، المادة بتتكون من حاجة اسمها جسيمات، بتبقى لا ترى بالعين المجردة، انما هي احنا بنشوفها تحت الميكروسكوب او تحت المجهر، اذا كان المجهر ده المجهر العادي او المجهر الالكتروني، صح ولا لا؟ تمام. الجسيمات دي بتتكون برضو من اجزاء صغيرة، بنسميها ايه؟ بنسميها الجزيئات. تمام. الجزيئات دي بتتكون برضو من اجزاء صغيرة اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها الذرات. تمام. انت لما تكبر هتعرفها بالتفصيل، بس انا عايز اعرفك عشان مثلا جابها لك مثلا في الامتحان، قال لك مثلا المادة بتتكون من جزيئات ولا ذرات ولا مثلا ولا بروتينات ولا خلايا، ممكن ما يجيبلكش اصلا كلمه جزيئات، فلازم تعرف ان الماده بتتكون من حاجه اسمها ايه؟ الجزيئات. تمام. تمام. والجزيئات بتتكون من حاجه اسمها الذرات. خلاص تمام ماشي. بيقول لك هنا ما اوجه الاختلاف ما بين الغازات وحالات الماده الاخرى، يعني ايه الفرق ما بين الحاله الغازيه وما بين حالات الماده الاخرى؟ تعال نشوف. هو بيقول لك هنا اختار كل ما ينطبق، يبقى معنى كده ان ممكن اختار اكتر من اختيار. بيقول لك هنا يمكن صب الغازات، لا الكلام ده بيكون فين؟ الكلام ده بيكون في السوائل بس اللي هي الماده السائله. ماشي تمام. الغازات لا لها شكل محدد، غلط جدا. احنا قلنا لما انا بملى البالونه بالهواء، الهواء بياخد شكل البالونه، جبت ازازه مليتها بالهواء، الهواء خد شكل الايه؟ خد شكل الازازه. يبقى ما ينفعش العباره دي ولا العباره دي. تاخذ الغازات شكل الاناء الذي تضع فيه. ايوه طبعا احنا لسه قايلينها، يبقى دي معانا. تمام. الغازات ليس لها شكل ثابت، ايوه طبعا. يبقى العبارتون اللي هي الاثنين عباره دول هم دول الايه؟ هم اللي صح. خلاص ماشي. بيقول لك هنا اي من الخصائص الماده تجعلان من الممكن صنع مكعب الثلج على شكل نجمه. تمام. انا عندي اصلا الثلج ده هو كان في الاساس كان ايه المفروض؟ ثانيه نمسح بس تاني. انا كان عندي في الاول ان الماء ماشي، انا حولته لايه؟ حولته لثلج، صح ولا لا؟ تمام جميل جدا. تمام. هو بقى عايزك ايه؟ عايزك بقى تختار من وعايزك بقى تخلي التلج ده يكون على شكل ايه؟ يكون على شكل نجمة. تمام؟ ماشي. حلو جدا، ركز معايا. جايب لك كذا عبارة واحنا المفروض هنختار العبارة اللي هي المفروض بتكون مناسبة. ماشي. بيقول لك هنا تاخذ السوائل شكل أي إناء يتم صبها فيه. تمام؟ تتحرك وتنتشر الغازات لتملأ أي إناء تضع فيه. المواد الصلبة لها شكل محدد، الغازات ليس لها شكل محدد. تمام. احنا من نتكلم عن ايه؟ عن مواد صلبة والمية السائلة، صح؟ تمام. يبقى ما ينفعش ايه اللي هي الغازات دي. خلاص يبقى انا كده قدامي ايه؟ ودي كمان ما ينفعش فيها، لان هو كاتب لي كلمة الغازات وهنا الغازات، انا العبارة عندي ما عنديش اي حاجة بتدل ان هنا في غازات، صح ولا لا؟ تمام. انا عندي هنا بيقول لك مكعب تلج ومية ولازم يكون على شكل نجمة. تمام. يبقى معنى كده ان السوائل بتاخد اي شكل يمكن ان هو ايه يضع فيه، صح ولا لا؟ انا مثلا جبت مثلا اللي هو الحاجه اللي هي على شكلها نجمه ورحت مليتها ميه. تمام. الميه خد شكل الايه؟ خد شكل الاناء اللي هو كان فيه اللي هو الايه؟ النجمه دي حاجه. الحاجه الثانيه رحت انا حطيته في الفريزر، ايه اللي حصل؟ الميه اتجمدت، صح ولا لا؟ فتحولت لتلج. يبقى رقم واحد معانا، بلس كمان اللي هي ايه كمان؟ اللي هي المواد الصلبة ليها شكل محدد، يبقى دي ودي معانا. حلو. بيقول لك هنا ترغم مجموعة من زملاء الفصل في عمل مسرحية لتمثيل حالات المادة. تمام. مثلا يعني بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك زمايلك اللي في الفصل عايزين يعملوا مسرحية. تمام. المسرحية دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حالات المادة اللي هي الصلبة والغازية وكمان السائلة. ماشي. تعالوا نشوف ايه المفروض يعملوا ايه. سيعتمدون على اجسامهم لعمل نموذج يوضح ترتيب الجسيمات في الماده الصلبه. نقف لغايه هنا. هيستخدموا جسمهم في ان هم هيرتبوا الجسيمات. تمام. في انهي ماده؟ في الماده الصلبه. تمام. قبل ما نحل، انا عندي الماده الصلبه الجسيمات بتبقى بعيده عن بعضها ولا قريبه جدا من بعضها ولا بعيده قوي 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 عن بعضها؟ لا ينسى، الجسيمات بتكون قريبه من بعضها، يعني المفروض بتكون الشكل ده، صح ولا لا؟ تمام.
تمام. فبيقول لك اختار الإجابة اللي تتصف كيف يمكنهم استخدام أجسامهم لتمثيل المادة الصلبة بشكل صحيح. تمام، بيقول لك هنا إيه؟ يجب أن يقف التلاميذ متفوقين في جميع أنحاء في أنحاء الفصل. غلط طبعا، هو عايزك تقول لي إيه العبارة اللي بتكون مناسبة مع المادة الإيه الصلبة. معنى كده إن التلاميذ لما يقفوا كده كل واحد في حتة، يبقى دي كده معناها يا إما إيه، ده كده بيعملوا اللي هي الحالة الغازية. غلط، إحنا عايزين المادة الصلبة. إحنا قلنا المادة الصلبة الجسيمات فيها بتكون ايه، قريبة جدا من بعض، صح؟ تمام. يجب ان يقف التلاميذ معا مع وجود مسافة بين كل تلاميذ، يعني هم مثلا طالب واقف هنا والتاني مثلا واقف هنا، تمام، وقال لازم يكون في مسافة ما بينهم، بحيث يكونوا قريبين بعض الشيء بعضهم من بعض بشكل يتيح لهم الوصول بعضهم الى البعض او لمس كل منهم الاخر. يعني ان كل واحد من التلاميذ واقفين قريبين من بعض بس في ما بينهم مسافه. لا، ده كده بيمثل لي اللي هو ايه، الماده السائله، صح؟ يبقى دي ما تنفعش، احنا عايزين الماده الايه الصلبه. سيظل بعض التلاميذ في الفصل بينما يتحرك الاخرون في، يعني ايه الكلام ده؟ يعني في مجموعه من التلاميذ هتلاقيهم انهم واقفين هنا، خلاص؟ وفي مجموعه من التانيين واقفين مثلا هنا وهنا وهنا. لا غلط، انا دي ما تنفعش معايا. يقف التلاميذ في مكان صغير مقتربين جدا بعضهم على بعض، هي دي الاجابه الصحيحه. لازم يكون التلاميذ قريبين جدا من بعضه، خلاص، من حيث ان ما يكونش فيه ايه مسافه، خلاص. تمام، تعال نشوف اللي بعد. بيقول لك هنا ايه، ماشي، هناك 3 حالات للميه توضح الصور الآتية على حالات المادة المختلفة. اكتب الحرف المقابل للجملة التي تصف حالة كل صورة. تمام، تعال نشوف الصورة دي ونشوف كل صورة بتتكلم عن ايه. دي مثلا دي ايه، مية، يعني دي ايه، سائلة، صح؟ حلو، ماشي. ودي ايه، تلج، يعني ايه دي، المفروض تكون صلبة، ماشي، حلو. ودي برضو تلج، يبقى دي المفروض تكون ايه، صلبة. حلو جدا، ماشي. هنا مثلا جايب لك دي ايه، ميه، دي شلالات الميه عماله تنزل من تحت، يبقى دي ايه، سائله، صح؟ حلو، ماشي. ودي ايه، دي هو جايب لك صوره مثلا الهواء والسحاب، يبقى ده برضو ايه، غازيه، صح؟ حاله الغازيه، ماشي، تمام. ودي ايه جايب لك فيها برضو، ده بيعبر عن اللي هو ال بيعبر عن ايه، فكر كده معايا. يعني المفروض دي لو هي الصورة عندك مش واضحة قوي، فدي عبارة عن إن هي بخار المية، بخار المية، تمام. فدي المفروض تكون إيه، حالة غازية، بس هو في الامتحان لو جاب لك صور هتكون الصورة يعني أوضح من كده بكتير، تمام. المهم إن إحنا نفهم الفكرة إيه هي، ماشي. طب تعالى بقى نقرأ الجمل، وعلى أساس الجمل دي إحنا هنختار كل جملة مناسبة مع الصورة. فبيقول لك هنا إيه، جزيئات الماء المترصة بإحكام تحتفظ بالشكل. يبقى معنى كده، معنى كده إن هي لها شكل إيه، لها شكل ثابت، تمام. يبقى المفروض ده، المفروض إن الماء أني حاجة من حالات المادة اللي ليها شكل ثابت، اللي هي المادة الصلبة، صح ولا لأ؟ تمام. جسيمات المادة مترصة بغير إحكام وتاخد شكل الإناء الخاص بيه، يعني المية بتاخد شكل الإناء، يبقى دي إيه؟ سائلة، صح؟ تمام. جزيئات الماء المترصة بغير إحكام ليس لها ولا شكل ولا حجم، يبقى معنى كده، معنى كده إن الشكل والحجم إيه؟ ليس لها ولا شكل ولا حجم محدد، صح ولا لا؟ تمام، يبقى دي حاله ايه، حاله غازيه. تمام، تعالى بقى نشوف، ماشي. دي اول حاجه، اي اول واحده اللي هي جسيمات الماده المترصه بالاحكام تحتفظ بالشكل، اللي هي الماده الصلبه. فين هنا الماده الصلبه؟ اللي هي التلج ده والتلج ده، يبقى هنكتب هنا الف والف. انا اخترت الف على اساس ايه، لان هو قال لك اختار الحروف وحطها في الصور المناسبه، تمام. جزيئات الماء المترصة بغير إحكام بتاخد شكل الإناء، يبقى معنى كده إن حالة المادة هنا تكون لازم تكون مادة سائلة، تمام. أنا عندي هنا المادة السائلة اللي هي الصورة دي، صح؟ وإيه كمان؟ كمان شلالات المية دي، ماشي؟ ماشي، حلو جدا. يبقى إحنا عملنا دي وعملنا دي. جزيئات المادة قال لك ولا ليها شكل، ولا ليها شكل ثابت ولا ليها حجم ثابت، يبقى دي المفروض اللي هي المادة الإيه؟ المادة الغازية، اللي هي المفروض تبقى دي جيم، وإيه كمان؟ ودي كمان، صح؟ ماشي، ماشي. بيقول لك هنا المادة هي ايه؟ أي شيء في العالم، أي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، فقط الماء في حالته المختلفة،
المواد الصلبة فقط. احنا عارفين طبعا المادة هي ايه، اي حاجة، اي حاجة ليها كتلة وليها حجم، يعني ليها حجم يعني ايه، يعني بتاخد المكان مثلا، يبقى دي بنقول عليها حجم. يعني انا مثلا جبت التفاحة رحت وزنتها، المفروض الميزان ده طلع لي ايه، طلع لي كتلته. حلو جدا. يعني ايه يشغل حيز من الفراغ؟ يعني انا لما حطيته على الميزان خد مكان، تمام. المكان ده بقول عليه ايه، بقول عليه حجم. يبقى اي مادة ليها كتلة وليها حجم يبقى دي بقول عليها مادة، تمام. يبقى رقم المادة هي ايه، اي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، تمام. ماشي. يمكن ان تتحول المادة من حالة الى حالة، ايوه طبعا صح. احنا عندنا ابسط مثال ودليل على كده، ان المية رحت اخدت مية ورحت حطيتها في الفريزر، ايه اللي حصل؟ المية اتحولت لتلج، تمام. جه سبت مية مثلا سبت المية مثلا في بره مثلا في الجو، بدأ ان المية بدأت ان هي يحصل لها ايه، بدأت ان هي تسيح، التلج بيحصل له ان هو يسيح وبدأ ان هو يتحول لمادة سائلة. حلو. رحت مثلا مسكت المية اللي هو اللي حصل ان هي اللي هي المية دي، رحت حطيتها مثلا في حلة او في وعاء، ورحت قعدت اشغل عليها مثلا في البوتاجاز، ايه اللي حصل؟ المية حصل لها ايه، بدأت ان هي تتبخر، صح ولا لا؟ يبقى ده دليل ان المية بتتحول من ايه، من حالة لحالة. يعني معنى كده ان المادة ممكن تتحول من حالة لحالة، يبقى العبارة دي صح، تمام. اخر سؤال معانا بيقول لك هنا ايه، كيف نستفيد من النماذج؟ احنا النماذج اساسا بنعملها ليه؟ فكر كده معايا، احنا بنعملها عشان احنا لو في حاجات من الصعب اللي احنا نشوفها، ماشي، اذا كانت كبيره بقى او صغيره، فاحنا بنعمل نموذج. زي مثلا عندنا مثلا اللي هي الحاجات زي الجراثيم او البكتيريا او الفيروس، كل الكلام ده صعب اللي احنا نشوفه، صح؟ الحاجات دي صغيره جدا، الحاجات دي لا، لو انت عايز تشوفها فاحنا لازم تستخدم فيها اللي هو الميكروسكوب او المجهر، تمام؟ تمام، حلو جدا. فاحنا بنعمل لها نماذج، النماذج دي بتوضح لينا شكل مثلا الجراثيم عامله ازاي، ازاي اعرف الاجزاء اللي فيها عشان تقدر ان تتنقل من انسان لانسان. فاحنا بنعمل نموذج كده بيوضح شكل الجراثيم عامله ازاي. مثلا يعني عندنا مثلا اللي هو نموذج الكره الارضيه، دي حاجه كبيره جدا، صعب انت تشوف الكره الارضيه كلها مره واحده بشكل متكامل، صح ولا لا؟ فاحنا بنعمل لها نموذج على هيئه الكره الارضيه، تمام. بيوضح لنا مثلا يعني اول حاجه نسبه الميه قد ايه، بيوضح لنا مثلا موقع كل الدول موجوده فين، وهكذا، صح ولا لا؟ تمام. يبقى بيقول لك هنا، تعال نشوف بقى الاختيارات، توضح النماذج الارشادات خطوه بخطوه عن كيفيه تصميم شيء ما، لا ما خدناش حاجه زي كده. النماذج تظهر الاشياء بشكل يبدو افضل مما عليه في الحياه الحقيقيه، غلط طبعا، ما خدناش حاجه زي كده. يتم تصميم النماذج دائما بصوره مصغره مما هو عليه في الحياه الحقيقيه، يعني معنى كده ان النماذج احنا بنعملها عشان بنصور حاجه مصغره بس، يعني احنا ما بنعملهاش مثلا لو حاجه مثلا في حاجه كبيره زي الكره الارضيه، غلط. ما هو قال لك ايه، دائما، ما ينفعش العباره دي. تساعدنا النماذج على رؤية الأشياء من حولنا، قد تكون يا إما صغيرة جدا أو كبيرة جدا. أهو بدأ يقول لك، يا إما الحاجة يا إما ممكن تكون صغيرة جدا زي الجراثيم أو كبيرة جدا زي الكرة الأرضية، لدرجة إن هي تصعب ملاحظتها مباشرة. أيوه، هي الإجابة دي المناسبة. أنا كنت ممكن أختار دي، بس لو ما كانش قال لك كلمة دائما، كلمة دائما دي هي اللي وقفتني. هي معنى كده إن إحنا بنعمل النماذج في الحاجات اللي هي الصغيرة جدا بس. لا، أنا فهمت العبارة كده، لا، احنا بنعمل النماذج يا اما الحاجه مثلا يا اما كبيره جدا مش هنقدر نشوفها، يا اما الحاجه ممكن تكون صغيره جدا برضو كمان مش هقدر اشوفها، في الحالتين، تمام. تمام، احنا كده خلصنا اسئله بنك المعرفه الخاصه بالجزء بتاع الماده، ماشي، على المفهوم الاول، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.